يا هلا ومسهلا يا جماعة الخير من أرمينيا، وأخيراً وصلت جداً جداً متحمسة، يعني أقل من يوم صدرت، بس خلكم معي. يا جماعة رايحة أرمينيا لأول مرة بحياتي. المطار هنا أرمينيا. أرمينيا تقع في القوقاز في أوراسيا، وتحدها تركيا غرباً وجورجيا شمالاً وأذربيجان شرقاً، حيث تكون ملتقى ما بين الغرب والشرق، بلد جبلي غير ساحلي. ما تتخيلون يا جماعة إيش كثر أنا مستانسة اللي موجودة هني في أرمينيا، لأنه مو سهلكم تدخلون، خصوصاً إذا كان عندكم ختم من أذربيجان. تسافر بروحك وبتسوي اليوتيوب، تستخدم تلفونك تحطه هنا وتصور لقطات اليوتيوب. في مركز الفنون اللي تقريبا عنده كذا اسم، وهو مدرج جميل تصعدون فوق وتشوفون أرمينيا من فوق. المنظر وايد حلو، خصوصا انه يقابل الساحة، وهذه الساحة فيها قهاوي ومطاعم تقدرون تتمشون وتاخذون صور لأرمينيا من فوق. طبعاً الكويتي ما يحتاج تأشيرة للوصول إلى أرمينيا، فتقدرون تقصون تذكرتكم وتيون وتتمتعون فيها. الجواز الكويتي ما يحتاج تأشيرة إلى أرمينيا. أنا أخذت طيارة من جورجيا إلى أرمينيا، وعلى طول دخلت وكان في ترحيب كبير. أحسهم شوية مصدومين، لأن حرفياً أنا السائحة الوحيدة اللي كنت داشة أرمينيا بذيك الحزة، أنا رايحة بالشتاء. وايد حبيت أرمينيا، حسيتها هادية مريحة، موايد زحمة. طبعاً أكيد في مواسم تختلف من وقت إلى آخر، ولكن كانت مريحة والشعب كان جداً جداً لطيف. هذه يا جماعة دار الأوبرا والباليه الأرميني. عدد سكان أرمينيا ما تجاوز 4 مليون، وتدرون أن الأرمن اللي خارج أرمينيا أكثر من الأرمن اللي داخل أرمينيا، ولغاتها الرئيسية داخل أرمينيا الأرمينية والروسية، أما الديانة الرئيسية هي المسيحية. يا جماعة هذا المكان عبارة عن بحيرة، بس الحين مسوين فيه حلبة سكيتينج. إذا تعرفون لولو من زمان، تدرون واحدة من أهم الأشياء اللي هي تسويها أنها تدور القهاوي المختصة في أي دولة تروح لها. قهوة مختصة. ذا اسمه بلو موسك، وهو مسجد. وصلنا ساحة المسجد بلو موسك، شوفوا حلو المعمار، هو طبعا متأثر بالثقافة الفارسية. شوفوا شلون الجامع الأزرق أو المسجد الأزرق في قلب العاصمة الأرمينية يريفان، هو مسجد وايد حلو، والعمارة اللي فيه جدا جاذبة ولونها أزرق، القبة حلوة تقدرون تتمشون فيه، لأن هم في ساحة بالنص. أيضا أن الحكومة اهتمت فيه مؤخرا، لأن إبان الحكم السوفيتي كان في منع للنشاطات الدينية، فالحين تشوفون أنه حول المسجد تقريبا المتحف، تقدرون تدشون تشوفونه، وكذلك هم تقدرون تصلون فيه. ويقال أن تصل قبة مسجد يريفان إلى 24 متر، وتعد هي القبة المسجد الوحيدة في سماء يريفان. يعني وايد سمعت أنه هو المسجد الوحيد، لكن لا أعلم صحة هذا الشيء، وقريت بأكثر مصدر يقال ويؤكد على هذه المعلومة. تزخر أرمينيا بتاريخ قديم جداً،
أقدم من معظم الدول الأوروبية، وأسست فيها كنائسها الأولى في القرن الرابع ميلادي، وفي القرون اللاحقة تناوب على السيطرة عليها البيزنطيون والفرس والمغول والأتراك والعديد من الحقبات الأخرى، وتخللت هذه الفترات فترات من الاستقلال. يريفان تعتبر واحدة من أقدم المدن الأوروبية، غير كذي مرت بالعديد من الحقبات المختلفة توافدوا لها عديد من الناس، يعني كل فترة كانوا يمسكونها ناس، لذلك فيها تاريخ غير عادي، وحتى فيها أماكن تقدرون تزورونها تاريخية في مختلف مناطقها ليس فقط في العاصمة. قد يكون هذا الفيديو ملخص على العاصمة نفسها، ولكن هي تاريخيا فيها العديد من الأشياء اللي ممكن أنتوا تشوفونها خصوصا بما يخص الآثار. وصلنا ساحة الجمهورية، واحدة من أجمل الساحات اللي موجودة في عاصمة أرمينيا، شيء جدا جميل وراقي مثل ما تشوفون. أكثر الأماكن اللي لفتت انتباهي في العاصمة الأرمينية هي ساحة الجمهورية، لأنه مكان وايد حلو، عبارة عن مجموعة المباني الضخمة يحيطون بالساحة على شكل دائري، وهم ألوانهم وايد حلوة بأسلوب معماري أرميني أصيل يروي جميع مراحل هذا التطور. تشوفون طبعاً الساحة يحاط فيها متحف الدولة، في التاريخ الأرميني، في متحف الآداب والفنون الأرمينية. لما تروحون في وقت حيوي أو في أنشطة معينة راح تشوفون أن الاحتفالات بالغالب تصير في هذا المكان، يعني صادف الوقت اللي أنا فيه أنه يكون في كريسمس مثلاً، لما يكون في احتفالات رأس السنة راح تكون هناك، والعديد من المهرجانات اللي تخص أرمينيا أو المهرجانات الثقافية والدينية كذلك. واحدة من الساحات الرئيسية اللي عندهم أمام دار الأوبرا. بالنسبة للمواصلات أنا دائما ما أفضل أخذ تكاسي بالعالم من صدق، يعني أغلب الدول أروح لهم أستخدم تطبيقات لأنه يحط لي متوسط الأسعار، فكنت مستخدمة يندكس وهو من أشهر التطبيقات اللي موجودة في الدول اللي حول روسيا، ولما تحطون يندكس تقريبا الأسعار وايد ممتازة، يمكن دينار ونص إلى دينارين توصلون من المطار إلى نص السنتر إذا مو أرخص. وبكذي وصلنا حق مطار أرمينيا، جولة سريعة في العاصمة شفنا واكتشفناها مع بعض بشكل سريع، ورحنا حق أغلب الأماكن المشهورة، ولكن أكثر شيء لفت انتباهي في هذه الدولة إنه تقريبا هدوء هدوء هدوء. لما بعدين رحت سويت بحث على هالدولة شنو اللي طلع، إن أرمينيا تشوفون عدد السكان جدا جدا ضئيل، وأغلب الأرمن ساكنين في دول مختلفة حول العالم، أساسا الأرمن اللي خارج أرمينيا أكثر من الأرمن اللي داخل أرمينيا. ولا تنسون تسووا لي لايك، وهذيلا منصاتي في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، سووا لي أد، وأهم شيء إنكم تنشرون هذا الفيديو، وأحبكم ومع السلامة، انتظروني في سفرات مع لولو بين القارات.